والشعب العراقي بألف خير، وإن شاء الله يزيد الأمان يعني الشعب العراقي من أجمل الشعوب يعني بالوطن العربي، يا رب ويزيد الأمان والأمان والسلام على الشعب العراقي وعلى بغداد خاصة. إن شاء الله نتمنى للشعب العراقي الموفقية والله يحفظهم إن شاء الله، ونهنهم بهاي المناسبة، وإن شاء الله يحفظ العراق والبلد والشعب، وإن شاء الله من سعادة لسعادة أخرى على شعبنا الكامل، وإن شاء الله يرحم شهدائنا اللي توفوا بالحمدانية. طبعا أول شيء إحنا حزينين خطي على الحمدانية، ويا رب إن شاء الله ما تنعاد، بس يا رب إن شاء الله الشعب العراقي أمن وأمان وخير وفرح، نرجع نصير أحلى دولة بالعالم. نحب بهذه المناسبة نهنئ جميع الأطياف اللي موجودة بالعراق العظيم، والأهل والأصدقاء، إنها مناسبة جدا جميلة وجدا حلوة، فنحب إنه كل العراقيين يشاركون بهذا الشيء. بهذه المناسبة السعيدة نهنئ الشعب العراقي بالعيد الوطني، وإن شاء الله تزيل الغمة عن هاي الأمة، وإن شاء الله يرجع العراق مثل قبل وأحسن. مشاهدينا الأحباء، اليوم يمكن شفنا كثير من التهاني المواطنين في عيد الوطني العراقي، لكن اليوم راح نشوف العيد الوطني في عيون النخب والمثقفين في ذي قار مع حسين الجوران. في تاريخ الشعوب أيام تصنع تاريخها، اليوم الوطني للعراق تاريخ ومسيرة حافلة طويلة من المقاومة والجهاد لعهود التسلط الأجنبية منذ سقوط بغداد على يد المغول وحتى إعلان العراق كدولة مستقلة في 3 تشرين الأول عام 1932، وتحولها من إقليم خاضع للانتداب البريطاني إلى دولة ذات سيادة، وقبولها بعصبة الأمم المتحدة بالتسلسل 57 لدول العالم، والأولى من بين الدول العربية التي تحصل على استقلالها. أكاديميون من الناصرية عبروا عن مشاعرهم بهذا اليوم الوطني. حقيقة هذه مناسبة عزيزة على كل العراقيين، اليوم العراق دولة مهمة بالمنطقة والعالم، واليوم العراق أحد اللاعبين في السياسة، ويمتلك مقومات النمو والتطور من المقومات الاقتصادية والبشرية والفكرية والسياسية وكل المقومات الأخرى. نبارك هذه المناسبة، ونتمنى إن شاء الله العراق يكون دائما في صدارة الدول. هنئ الشعب العراقي العظيم بهذا اليوم، بيوم الاستقلال الوطني، أعاده الله على الشعب العراقي وعلى العراقيين والعراقيات بكل خير. هذا اليوم يعتبر عيد وطني لجميع العراقيين بمناسبة استقلاله عن الاحتلالات المتعاقبة. ويحتفل العراقيون بصورة عامة والذيقاريون بصورة خاصة بعيدهم 91، ويعدوه إنجازا وطنيا لافتا توج نضالات عراقية مختلفة تخللتها الكثير من الخلافات في وقتها، تواصلت منذ عام 1911 وحتى عام 1932 حتى تحقيق الهدف المنشود اليوم التاريخي، فكان بحق يوم الاستقلال العراقي. في هذا اليوم المبارك الكريم نبارك للشعب العراقي ولأنفسنا بهذه المناسبة العظيمة التي خلصت العراق من التبعية والتوجه إلى الاستقلال والنأي عن كل أشكال التبعية للبلدان الأخرى واغتنام خيراته وفرص نجاحه العظيمة. نهنئ الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني لاستقلال العراق وخلاصه من التبعية الأجنبية وتحوله إلى الاستقلالية في اتخاذ قراراته، وبهذه المناسبة ندعو الشعب العراقي إلى توحيد صفوفه وتوحيد كلمته استحضارا لتاريخنا المجيد، وإبرازا لنقاط قوتنا والسعي نحو تحقيق مراتب متقدمة بين بلدان المنطقة العربية. في ذكرى اليوم الوطني للعراق يستذكر العراقيون مسيرة كفاح طويلة من أجل توحيد وطن وتكوين دولة مستقلة ذات سيادة وطنية. لقناة العراقية العامة، حسين الجوراني، الناصرية.